انا ذكرت يعني حتى من خلال قناتكم ايضا انه اذا متى ما كان هناك سبب يدعى لحاجه تواجدي في المنتخب فانا راهن الاشاره. انا من بدايه حياتي الكرويه وانا لاعب منتخب يعني، وتشرفت بهذا الموضوع بتمثيلي للمنتخب، وهذا اكثر شيء افخر فيه اللي هو تمثيلي لبلدي يعني منتخب. ولكن السبب اللي ذكرته انا في اعتزالي الدولي اللي هو اعطاء الفرصه للشباب، خصوصا انه بالنسبه لي ما يعني ما في اي مشاركه راح تكون لكاس العالم. انا شاركت في جميع المشاركات يعني المناسبات الدوليه، وبما ان المنتخب يعني خسر فرصه التاهل الى 2014 في كاس العالم، فالفرصه القادمه اللي هي 2018 وانا اعتقد انها بعيده يعني اني اشارك في 2018 بحكم عامل السن. فمن الافضل انه يكون خصوصا المخطط او التوجه للاتحاد السعودي منتخب السعودي بالذات انه يكون هناك تجديد يعني في عناصر شابه. فانا حبيت اني ادعم الموضوع هذا من ناحيتي انا، وانه اتنحى لانه يكون في فرصه للشاب ياخذ مركز ممكن انه يقدم ان شاء الله ويكون متواجد. لكن زي ما ذكرت يعني الكل انه مستر ريكارد يعني تكلم معي وذكر انه علشان يكون عندنا شاب للمستقبل لازم يكون عندنا لاعب خبره يساعد هذا الشاب على البروز يعني، واقنعني للامانه. وارجع واقول انه انا ذكرت انه كان في حاجه فانا تحت رهن اشاره المنتخب. نعم بس انت دائما بعد اخبرك صريح في موضوع انه في ناس وفي ناس، انه انت تتكلم في ناس فعلا اصبحت يعني بقولك شيء انا قلتها من قبل انه اللهم ارزقني وارزق مني. ففي ناس يعني جمهورنا الحمد لله واعي يعني ومو يعني غبي ويفهم يعني. في ناس اللي يحبون انهم يتكلمون ويلعلعون في الاعلام، بعض الناس اللي اتكلم عنهم يحب انه يلعلع في الاعلام بس عشان مجرد البروز، انه لما يحكي في ياسر انه حي الناس تتكلم عليه وتقول شوف هذا تكلم في ياسر يعني، وهذا بالعكس هذا يبحث عن النجوميه عن طريق اسمه. نعم بالضبط. وانا ذكرت من قبل هذا معناه الحقيقي اللي اللهم ارزقني وارزق مني، لانه هو يسترزق من وراء هذا الموضوع. فانا ما اقدر صراحه اني انزل الى هذا المستوى اني ارد على اي شخص يتكلم في هذا. انا بالعكس انظر لمن الناس اللي ينتقدون ليس لمجرد النقد لكن من ينتقد يعني لمحاولة الإصلاح يعني، فهذا اللي أنا أسمع كلامه وأخذ برأيهم. الحمد لله كثر عندنا، هذا القلة القليلة أنا ما أهتم فيها ولا حتى أتعب نفسي في السماع لها يعني.